تكونوا معنا. مرحبا بنقدكم واقتراحاتكم واسئلتكم. ايضا ضيفنا رئيس مدير عام ديوان التطهير سي عبد المجيد بالطيب في علاقه اليوم بمشاكل التطهير والرابط الاستعدادات لموسم الشتاء. ايضا ديوان التطهير اللي بعثتون عليه برشا مطالب ومشكور جدا انه استجاب وحاضر معنا تسويت في الانترفيو. سي عبد المجيد تحياتي، اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على قبول الدعوه. شكرا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين المشاهدين وعلى ذمتكم اليوم في الحصة المسائية مع الأخت زينة. يعيشك. نبدأ معكم مباشرة بالاستعدادات لموسم الشتاء، وما أدراك موسم الشتاء، في علاقة طبعا بالوضع وكالصورة العالم كل نعرفه. شكرا، مرحبا بك، وإن شاء الله موسم طيب إن شاء الله بهو هذا المتاعه إن شاء الله، إن شاء الله تكون الأمطار عامة على كامل تراب الجمهورية. نعم، في باب الاستعداد لموسم الأمطار الديوان ككل سنة عاد برنامج بعض منه انتهت أشغاله والبعض منه في طور الإنجاز. نذكر هنا في إطار مجلس الوزاري للتعام سنة 2003 تم على ضوء إقرار تدخل الديوان لجعر حوالي 54 واد موزعين على 9 ولايات بتراب الجمهورية. كذلك أحواض تجميع مياه الأمطار هم 31 حوض موزعين على تونس الكبرى، ولايات الأربعة لتونس الكبرى. البعض من الأشغال هذه انتهت والبعض منها في طور الإنجاز. في أي ولايات مثلا؟ ولايات نجم نذكرها 9 ولايات، قلت أحواض تجميع مياه الأمطار في الولايات الأربعة تونس الكبرى. بالنسبة للوديان متوزع على 9 ولايات، تشمل ولاية بنزرت، ولاية تونس، ولاية ريانة، ولاية منوبة، ولاية نابل، ولاية سوسة، ولاية القروان، ولاية صفاقس. هذوما 9 ولايات بالنسبة للأودية اللي قلنا 54 واد بطول حوالي 89 كيلومتر. إضافة إلى ذلك يتدخل الديوان يعد برنامج استثنائي للتدخل في المناطق الزرقاء. ما معنى المناطق الزرقاء؟ يقول فيهم مشاكل. بالضبط. أيوة. بالضبط، تعطيك الصحة. هما المناطق اللي تشهد إشكاليات عند نزول الأمطار في المناطق المنخفضة، وذلك من خلال تكثيف عملية جهر شبكات التطهير لتسهيل سيان مياه الأمطار وقت عند نزولها، وإن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله. في الأيامات القادمة معنا في الفترة هذه، هل نجم نقوله باش يتم تجاوز نوعا ما أكل مشاكل متاع فيضانات اللي قاعدين نشوفها؟ مش نحكي فيضانات الوديان، كفى على فيضانات كيفاش نقولها، البلاعات، خاصة البلوعات. شكرا. هنا نحب نوضح حاجة أخت زينة بالنسبة لثغرات المراقبة. فعلا هنا الديوان راهو منذ إحداثه التوجه في العالم كامل، هو شبكات تسمى شبكات ازدواجية رزو إنيتير أو شبكات منفصلة، مياه الأمطار وحدها ومياه الصرف الصحي وحدها. في تونس انتصارنا في الشبكات المنفصلة، يعني شبكات لتصريف المياه المستعملة، بينما مياه الأمطار يقع انجاز شبكات خاصة بتصريف مياه الأمطار. الإشكال اللي لاحظوه عند نزول في الفصل الصيف مثلا، الإشكال غير موجود وغير وارد. بينما في فصل الشتاء عند نزول الأمطار لاحظوا طفحان مياه مستعملة على الطريق العام، كما ذكرت توا نافورة نلقاوها في بعض الأحيان. سببها شنو هي؟ يعود أخت زينة، يعود إلى بالنسبة للمواطن هو يعني تصريف المياه، مياه الأمطار في شبكة تصريف المياه المستعملة. كيفاش هذا؟ مياه السطوح، كتوانسة كنا توانسة في ديارنا، مياه السطوح من المفروض تكون في شبكة منفصلة على شبكة تصريف المياه المستعملة، بينما يقع ربطها أغلب الديار أغلب المنازل يقع ربط شبكات الأسطح بشبكة تصريف الميزاب اللي يبدأها ميزاب، ما يعبر عنه بالعربية ميزاب، يقع ربطه مباشرة بشبكة تصريف المياه المستعملة، بالتالي القنوات تصبح غير قابلة أكثر من طاقتها، يعني الفاضل يقع طفحانه على الطريق العام. هل هنا مثلا الديوان لازم يمشي ياخذ إجراءات احترازية ما قبلية، مثلا توسعوا في البلوعات أو تكثفوا ربما منها، أو بالعكس هي نمشوا في الردعي وننبهوا على المواطن بدرجة أولى ثم نجم نسلط عقوبات مثلا؟ هو غير مورك ما تنجمش. الإشكال راهو متعدد، خاطر أنا نقول لك مش كل شيء على المواطن. فعلا الإشكال أخت زينة زادة القلة ولا افتقار عديد المدن، افتقار إلى شبكات لتصريف مياه الأمطار، ما عدا بعض المدن الكبرى وين نلقاو شبكات لتصريف مياه الأمطار.
أغلبها في الداخل أحياء عاد مفقودة، نجم نقول مفقودة شبكات لتصريف مياه الأمطار، وبالتالي مياه الأمطار يقع تصريفها في الطريق العام أو في قنوات تصريف مياه صرف صحي. هذا مش ينطبق على الأحياء اللي رابطين بشكل عشوائي ولا ما عندهمش رابط مع العناس، أنا جايينهم هذاك. هذا الأحياء المنظمة والكيسات اللي تلقاها سي فاضت هي خذينا ثم الأحياء الربط العشوائي كذلك، حتى في الربط مش في العشوائي، في الربط يعني المنظم. في المنظم نفس الشيء الإشكال مطروح. هو العمل سأخذينا العمل على مد شبكات تصريف مياه الأمطار داخل المدن. في الباب هذا تم تكليف الديوان اليوم، تكليف الديوان منذ سنوات سابقة لإنجاز دراسة، اليوم انتهينا من إنجاز الدراسة هذه. أيوة. مخرجات الدراسة إن شاء الله يقعرضوا على مجلس وزاري المدة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. من خلال التصور العام ولا مخرجات سكوب قلالك اليوم، مخرجات الدراسة هي بعث هيكل يعنى بشبكات تصريف مياه الأمطار على غرار شبكات تصريف مياه الصرف الصحي، يعنى بها الديوان الوطني للتطهير. بعث هيكل إيش معناها؟ يكون تابع ليكم يرجع بالنظر للديوان، وإلا باش يكون تابع فيليال في رئاسة الحكومة، كيفاش الهيكل هذا وخاطر جديد هذا بعد هيكل ينجم يكون تابع الجماعات المحلية بلديات، ينجم يكون تابع وزارة البيئة، أو ينجم يكون تابع وزارة التجهيز لم تتبلور الصورة بعد. هذا قلت لك في المجلس الوزاري هذه المناقشة اللي من خلالها يقع يعني هناك التصور. مجلس وزراء سينظر في بعث هيكل خاص، لا بس يقع عرض نتائج الدراسة ثم المجلس الوزاري فهم مخرجات تكون يقع رفع وقتها، يقع رفعه المجلس الوزاري. نعم. ويقع التبنيها يعني الشخص هذيك بشكل عاجل لأنه مهم جدا في للبلاد والعباد في حد وقت. في الأثناء الناس اللي رابطة الأحياء الغير منظمة أو الرابط العشوائي أو الناس اللي سي سكنت وبنيت وربطت وحدها ما رجعتش بنظر للناس في العاصمة وانت ماشي زيت ما منجوش قول والله في المناطق الداخلية ولا حتى في تونس العاصمة عندنا برشا المشاكل هذه، شنو الحل لهم سي عبد المجيد بالطيب؟ صحيح أخت زينة، هو موجود الربط العشوائي عند التفطن ليه يقع رفع مخالفات. مخالفات هذه تنجم تنجر عليها عقوبات يعني مالية. في عكس ذلك أخت زينة موجودة ما بعد العقوبات نجم نعاقبك وما تقعد لا يقع تقع العقوبات ثم يقع إصلاح الخطأ. دونك يتدخل الديوان. يتدخل الديوان، ما نجمش خليها في الوضعية هذيك، يدخل الديوان لي ما يحلق ما يلحقش ضرر بصاحب المنزل. يتدخل الديوان ليرفع الضرر. هذا موجود كذلك. الإشكال هو اللي كان عبرت على الإشكال ليس في الربط المنزلي، ما هوش إشكال كبير في حد ذاته، قد ما هو الإشكال اللي نتعرضوا له هو في المصانع أخت زينة، في الربط العشوائي بالنسبة للمصانع أو سكب مياه صناعية بشبكات الصرف الصحي، وهنا تكون نتائجها سلبية على المنظومة كاملة، على منظومة المعالجة، وتخلق إزعاجات حتى لدى المواطنين، انبعاثات غاز، انبعاثات روائح وغير ذلك. نعم. برشة تشكيات ديما نشوفوا كل فيديو حتى فما شكون يصب في البحر بشكل مباشر وبعد يقول لك وينو ديوان التطهير. صحيح موجود أخت زينة يسكب مياه مباشرة في المحيط المتلقي، في واد، في البحر، في غير ذلك. سناء طوميول الحمد لله سناء الكثافة المراقبة اللي قامت بها مصالح وزارة البيئة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. نعم. نتائج كانت جد إيجابية، ولقينا عديد نقول جد إيجابية في حداثة عديد الصناعيين اللي رابطين ربط عشوائي أو يقع سكب مياه صناعية في المحيط المتلقي مباشرة. علاش يلتجؤوا لسكب المياه ولا علاش يلتجؤوا لمثل التصرفات هذه؟ هل لانه ربما ما خذوش لافال من عندك، ما خذوش الموافقه، ما عطيتهم شي ترخيص حتى مشي يخدم بشكل عشوائي، او فينو الاشكال بالضبط؟ هو الاشكال اخت زينة بالنسبه لعديد المصانع يكونوا منتصبين او خارج المناطق السكنيه، الديوان يكون اكثريه الشبكه موجوده داخل المناطق العمرانيه، بالنسبه للمناطق الصناعيه يكون خارج المناطق العمرانيه. يعني في مناطق البعض منها منظمة، المنظمة تكون مجهزة بشبكات لتصريف. نعم. المياه الصناعية اللي هي منظمة من طرف الوكالة العقارية الصناعية أو غيرها. بالنسبة لبعض الصناعيين متواجدين سابقا خارج المناطق الصناعية، البعض منهم يسكب مباشرة
في المحيط المتلقي اللي هو لا يقدموا مطالب، لا يطلبوا منكم التدخل، لا بعيدة مطالب، يقدم مطلب الربط نتاعه ويتكلف كلفة بعضه وبعيد على ما على الشبكة. بالتالي مطلوب منه يتجهز بوحدات معالجة اللي في حد ذاتها ذات كلفة بعضه بالنسبة للصناعيين. بعض منها تلقاه يبرم عقود مع شركات خاصة لنقل المواد السائلة هذه للمحطات التطهير، بينما يقع برام اتفاقيات، لكن على أرض الميدان على أرض الواقع يقع سكب مياه مباشرة في المحيط المتلقي اللي هو بحر أو واد أو غير ذلك. وشو الحلول لهنا؟ هي الحلول العين المتابعة ثم المتابعة ثم المتابعة. المتابعة أنتم تتابعوا وإلا هم يتابعوا، وإلا وقت يكون فيه تشكيات يتم التدخل؟ لا، المتابعة دي موجودة، المتابعة يتابع ديوان الوطني التطهير، تابع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، البلديات، المصالح الكل، يعني كل من يلاحظ حاجة في الشكل هذا نظيف في مجال الصرف الصحي أو في مجال النفايات. كان أشار له السيد وزير البيئة المدة الأسبوع الفارس 18-20، هذا من خلاله يمكن رصد رفع الإخلالات، وبالتالي يقع تلقيها في البوابة هذه ثم يقع متابعتها لاحقا. 18-20 رقم النداء هذا. وعليه قاعدين يتفعلوا معاك مسي عبد المجيد في علاقة اليوم بالضاحية الجنوبية اللي فيها برشا مشاكل، حتى البحورات ما عادش تعاون بسبب مياه الصرف الصحي. بالنسبة للضاحية الجنوبية أختينا، الإشكالية موجودة إشكالية منذ سنوات. نعم. هي ما يتعلق بواد مليان. واد مليان خدزينة ينبع من حدود ولاية سليانة اللي يمر عبر ثلاثة ولايات، ولاية سليانة ثم ولاية زغوان اللي يسكب مياه بولاية بن عروس. البعض منها يعود إلى بعض بلديات غير مجهزة بشبكات تطهير ومحطات تطهير، على غرار في ولاية زغوان عندنا الديوان باش يتدخل في زوز مدن اليوم، البعض منها ملفاتها في طور إبرام الصفقات، والبعض منها في طور نشر طلبات عروضها. بير مشارقة مثلا في ولاية زغوان تم إبرام الصفقة، وإن شاء الله في طور انطلاق لربط بمدينة بير مشارقة بالشبكة العمومية التطهير. معلي المشكل ليس مشكل مادي ولا ميزاني، لأنه موجود، وهذا خاصة مؤخرا وقت وافق رئيس الجمهورية على قرض لفائدة ديوان التطهير اللي بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية تقريبا 81.9 مليون، كان مانيش غالطة 276 مليار. صحيح. دوك لمجابهة التغيرات المناخية وتحسين جودة المياه. جيناها سي عبد المجيد. هذا أخت زينة هي في الباب هذا نكمل نضيف لك ساعة واد مليان. هذا فيما يتعلق بالماء، قلنا مياه الصرف الصحي منزلية. أما الإشكال زاد أخت زينة فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي الصناعية. عديد الصناعيين منتصبين في الجهة، البعض منهم غير مجهز بوحدات معالجة أولية، يلقي مياه الصناعية مباشرة بواد مليان. إذن اليوم تم موضوع خذا أبعاد كبيرة، تبوب كأمن قومي اليوم في الباب هذا، تم إعداد دراسات لإزالة التلوث بواد مليان. البعض منها انطلق، البعض في طور الانطلاق، والبعض الآخر في طور إعداد دراسات. إضافة إلى ذلك الديوان اليوم في طور تهذيب ولا تأهيل محطة تطهير جنوب مليان بكلفة استثمار حوالي 130 مليون دينار. إذن الديوان انصهر في المنظومة هذه وقاعد يعالج في الوضعية، وإن شاء الله الأيام القادمة والسنوات القادمة الوضعية تتحسن على ما كانت عليه. حمام لانف وحمام الشاطئ بشكل خاص اليوم في علاقة بالناس اللي قاعدة تصب مالو ناس ديركتوم ويتعدى البحر، وتحدث عليه وزراء البيئة اللي تعاقبوا الكل، ديما ما فماش حل. لا، ما عندناش مياه صرف صحي مباشرة تلقى في البحر. عندنا مياه معالجة تسكب في واد مليان. هذيك اللي تسكب معالجة. معالجة في واد مليان، ومن واد مليان مباشرة في البحر. هذه في حد ذاتها تمثل ازعاج لدى المواطنين. خاطر ما يعومش اليوم البحورات. إيه طبعا ماهوش 100% معالج. نسبة المعالجة تتراوح ما بين 98% و96%. هذا فيما يتعلق بمواد مليان. ذكرت لي كذلك في باب التغيرات المناخية. فلا. صحيح في الباب هذايا. نعم. في الباب هذايا
نذكر القرض الأخير اللي تم إبرامه مع البنك الأفريقي للتنمية والبيرد يتعلق بتهذيب وتأهيل 19 محطة تطهير لتأهيلها وتكون مطابقة لمواصفات السكب بالمحيط المتلقي، وذلك من خلال تأهيل المعدات وتجهيزها بالمعالجة الثلاثية. في الباب هذا نذكر أخت زينة اليوم عنا تقريبا من 127 محطة تطهير. نعم. عندنا ما يعادل 33 محطة تطهير مجهزة بالمعالجة الثلاثية. المعالجة الثلاثية أخت زينة اليوم توصلنا تقريبا من جملة 293 مليون متر مكعب سنويا من المعالجة، يقع يعاد استعمال نسبة ضئيلة نعتبرها حوالي 20%، ما يعادل 57 مليون متر مكعب. في ضوء الشح المائي اللي عاشته الدولة التونسية اليوم، نعم، حق الاستثمارات توجدت، ونعمل اليوم ليلة النهار مع وزارة الفلاحة لتحسين جودة المياه هذه، ومن خلالها بعث مناطق سقوية أو تحويل المياه المعالجة. كيف نقول اليوم المياه في تونس الكبرى ولا في ولاية تونس اللي تعد نسبة السكان في تونس أكبر نسبة، يعني تقريبا 45% من مجموعة 290 مليون متر مكعب، ما يعادل حوالي 145 مليون متر مكعب موجودة في تونس الكبرى. فعلا. مياه معالجة يقع القاؤها مباشرة بالمحيط المتلقي اللي هو البحر، في حد ذاته هذا امتي باراش. لما لا يقع التحويل اللي نعمل عليه اليوم في دراسات، لما لا يقع تحويل المياه هذه داخل اليابسة كيفش؟ في جهة زغوان أو في حتى القروان عبر شبكات سلاسل تحويل. دونك بعث وحدات خاص شبكات تحويل لتحويل المياه المعالجة داخل اليابسة، ومن خلالها يقع عاد استعمالها لأغراض فلاحية. هذا اللي قاعدين نعمله عليه، معناها تحويلها إلى مياه ري بطريقة تحسين نوعية المياه المعالجة كما سبقت شرحت، تكون صحية تكون مطابقة المواصفات. قديش النسبة المئوية للمطابقة؟ تقريبا اليوم في 75% من المياه المعالجة مطابقة المواصفات السكب. دونك لا خوف بعد كنا سقينا الغلال الخضار الورقية خاصة أو الطماطم وغيرها. لا طماطم لا أخت زينة، هي خصيصا هنا ما زالت اليوم التشريع ولا المواصفات التونسية اللي تسمح بسقي الخضروات، يعني طماطم ملا في كي تقول فلاح، نقول فلاح مثلا أشجار مثمرة، مثلا أشجار العلافية الأعلاف. وكان الفلاح غير الصبغة كيفاش تفيق بيه؟ متابعة باش تكون متابعة على سيقة الفلاح وإرشاد، ثم إدارة الإرشاد. هذا الهدف اليوم تحويل المياه المعالجة هذه داخل التراب الجمهورية ومن خلاله إعادة استعمالها لأغراض اللي سبقت شرحتها. كذلك ثم في جهة جابس اليوم عندنا مشروع مع الجانب الياباني، الوكالة اليابانية للتعاون الفني، لتجهيز محطة تطهير بشط السلام بجابس بمعالجة تكميلية، ومن خلالها يقع عاد استعمال المياه المعالجة ذات جودة عالية. جودة عالية يعني تفوت 75%، تفوت تقارب 100% من المياه مطابقة المواصفات. يقع عاد استعمالها في المجمع الكيميائي اللي هو ملاصق لمحطة تطهير، وبالتالي فوسفوجيبس جروب شيميك. وبالتالي يقع العدول عن البومباج من المائدة المائية لتبقى صالحة لحاجات أخرى، يخفض الضغط ده على البنية التحتية المائية. هل هناك زيادات جديدة في معالم التطهير سي عبد المجيد ولا هي لا تزيد ولا ليه؟ صحيح أخت زينة، البورتروفيه الكليبر ولا التوازنات المالية المؤسسة اليوم تقريبا 3 سنوات ما فماش زيادة في التعريفة، رغم انه التشكيات والمواطنين اللي يسمعوا فينا يقولوا كثير اكثر الفاكتور نتاع الجي نتاع المير انا تمشي انا لا اخت زينة. بالنسبة للمواطن راهو 20 متر مكعب لولا راي مدعمة بشكل تقريبا 41 مليم متر مكعب، يعني 20 متر مكعب كلفة متاعهم 800 مليم. ما يفهمهمش ما تخاف تمشي اقرا ديريكت الفاتورة 800 مليم هذا وهذاك، يعني في الشريحة الاجتماعية نسبة إعادة الكلفة ليست باهظة. عملت شوية بلوخ نسمع في التشكيات الناس فما شكون طلبك يقول لك فما مانيش مربوطة بال أو ماهمش مربوطين بالوناس ونخلص في الوناس كيفية. أخذ زينة هو اللي حتى المواطن عن الربط، كل مواطن ولا كل منزل يبعد على الشبكة
أقل 50 متر فما أقل يقع مباشرة يخلص رابط ولا مش رابط لحث هو تلوث هو اللي عمل على إزالة التلوث يكفي باش يتقدم مطلب ربط لكل فترة ربط اليوم سيدي ريزوار ب 400 دينار يعني يقع ربط المواطن هذا بالشبكة العمومية إيه شنو المال أنا خذيت قبيلة وبعض الأمثلة مش نسمي بالحي ما فما أحياء راقية بين قوسين ما عندهمش الربط والشبكة عليه شنو المانع تقول لي بنيه من غير رخصة سيء 2024 نحن كان هو بني عام 1996 نحن اليوم 2024 شنو المانع من جملة هي لازم يكون ساعة عنده ترخيص من من بلدية المكان في مقسم مهيئ مادام دخل مية والضوء مفروض يكون مهيئ وخذ الترخيص من بلدية المكان هنا يتقدموا المجموعة لغير مجهزين بشبكات تطهير يتقدموا المجموعة كل ما بعضهم يقع دراسة المجموعة كاملة ثم يقع توظيف معاليم اكيتابلومون بين المجموعة يقسموا هاي خلص قديش يقعد المطلب بين الإجراءات للنظر فيه والبت والتنفيذ بعد نخرج نربط فمش أجال محدد التقليص الأجال نقول قدر ما تتجاوز في ظرف شهر من زمان يعني باش تزيد ولا ماكم تزيد ونرجع لك فيها وارد الزيادة نطلبوا بها زيادة توازنات المالية أخذ زينة اليوم اليوم زيادة جديدة واردة في معاليم التطهير احنا نطلبوا بها نقول واردة مش قديش تقريبا هي نسبة ديما ضعيفة النسبة في حدود 10% نطلبوا بها اليوم كيف نلاحظوا اليوم أكبر من أكبر المستهلكين في الطاقة ديوان التطهير صحيح كيف نقول الطاقة اليوم الإلكتريسية قاعدة تزيد واحنا قاعدين أسعارنا تقريبا 2022 آخر زيادة تقريبا اليوم نشوف في قطاع الغيار قاعدة تزيد في المواد الأولية بالنسبة بينما المدخول قاعد هو نقص مش قاعد هو المدخول نقص بالنسبة للديوان علاش نقص صحيح علاش نقص كثر عليكم مثلا الانتاج كثر هي النجم نعبر عليها سبق في مارس 2023 الوضع التقليص ولا معناتها التخفيض استهلاك الماء الصالح للشراب وقت قلنا في بعض الأحيان يقع قصان الماء ينجر عليه عدم استهلاك الماء وبالتالي ما فماش مياه مفرزة بالتالي التعريفة ولا المدخول ينقص خاطر احنا نخصوا على 100 كوب من المياه اللي تتحل اللي مفرزه والناس ولات في الاثناء تلجا المياه الامطار تجمعها واللي عنده بطبيعه الحال ابار وغيره هذاك ما نخصوش عليه دونك احنا نخصوا على 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 الحنفيه العموميه دونك الضر تقصوا الماء ضرر للناس هذاك الناس اللي زادت ربما اخر مره 2022 18 دينار لكبار المستهلكين شكون هم من هذا وهذا اللي كان جاء تقريبا وقعدنا قلت له 18000 زياده وحتى قرار صدر وزاره البيئه قرار زيادات جديده مؤخرا في 22 اكتوبر 2022 شكون كبار المستهلكين هم المستهلكين اللي تجاوزوا استهلاكهم 100 متر مكعب هذه مجموعة اللي عندهم دي بيسين مثلا كبلي حتى أكثر من البيسين ولا المصنعين مصنعين وحدات سياحية ما همش عادة مواطن عائلة في خمسة من الناس ما تنجمش تكون 100 متر مكعب 100,000 لتر ما تنجمش تكون هذوما كبار المستهلكين تقريبا هي الشريحة هذه اليوم في البلديات هل فما مشاكل تشكيات في بعض البلديات اللي تقريبا فما شكون تبنيها ديوان التطهير في كم تراب الجمهورية تقول أنا في إطار تحضير الموسم سكب مياه التطهير في البحار في الأدوية اللي كنت تحكي فيه رو نحن ندخله هل فما مشاكل هل تلقاو ربما صعوبات من البلديات أو بعضها ما تكونش متعاونة مع لنا هو أخذ زينا اليوم التراب الجمهورية التونسية كل عمي ما التراب بلدي عندنا 350 بلدية اليوم الديوان يتدخل في 197 بلدية 197 من أصل 350 بلدية من أصل 350 بلدية يعني 153 بلدية الديوان ما يتدخلش فيها علاش هذه ما تدخلوش فيها على تقريبا النص غير مجهزة بشبكة عادة ما ندخلش فيها غير مجهزة في العاصمة ما تمشيش غير مجهزة بشبكة باش تدخل في بلدية ويقع تبنيها تكون مجهزة بشبكة تطهير يدخل الديوان من خلال رفع السدادات من خلال معالجة المياه أما هذه غير مجهزة ماشيين في التطهير الفردي غير مجهزة بشبكة غير مجهزة بشبكة ما يدخلش فيها الديوان المشكلة هذه من البلديات ربما ولا مش مشكلة بلديات هي تتطلب استثمارات ضخمة
وقاعدين في كل مخطط يضع استثمارات. ناهيك في مخطط 2016-2020 تقريبا جملة الاستثمارات اللي تم وضعها تعادل 1100 مليار. مبلغ ضخم. مبين لك مبلغ ضخم. من خلاله هو اليوم يقول لك مثلا من عام 74 تاريخ احداث الديوان الى موفى 23 تقريبا جملة الاستثمارات اللي خصصت لقطاع التطهير تعادل حوالي 4500 مليار. هذه مكنت من تبني تقريبا 197 بلدية. ال 153 اللي مقاعش تبنيهم تتطلب استثمارات فوق 6000 مليار. إذا يقع تبويب على مخطط دراجة في مخططات مستقبلية تقريبا معدل في كل مخطط تتراوح بين 5 و10 بلديات يعني تقريبا. اللي هو تقول ما نجموش نوصلوا ل 350 بلدية في القريب العاجل. طيب الحال. اللي نعملوا عليه ليش نجم نوصلوا في ظرف قديش من وقت أو زمن باش نخلق. هو وقت زينة قاعد تدخل في بلديات اللي تشهد كثافة سكانية كبيرة في البلديات الساحلية. اليوم كنت دخلت في 197 بلدية تقريبا ما يعادل 7.2 مليون ساكن. معناتها تبقاو تقريبا 5 مليون ساكن موزعين في 153 بلدية. وهذم كيف نرجع اللي كنا نحكيو فيه في اول الانترفيو اللي ماشي ياكل اللي يخليك يصب في الشارع او في البحر وغيره اللي لازمنا نخلطو لهم على الاقل لتخفيف الاضرار في موسم الشتاء. الناس كل باش تتضرر كل اللي رابط كل اللي مش رابط اللي خلص مش خلص. في حالات استثنائيه دخل الديوان هذاك ما واجب يوضع موضوع على ذمه مش نحكي على التدخل وقتها في تبداو في الشفط وغيره متفاهمين ونشوفوا فيها المجهودات نتاعكم مشكورين جدا ولكن نحكي اليوم هات نوصلوا لهم قبل ما نشوفوا الامور ربما خرجت شويه على السايت. هم وضع برامج استثماريه لتدخل بالبلديات هذه. الميكرو يعيشك سي عبد المجيد باش يسمعكم بالواضح. هذاك علاش قلت لك تم وضع برامج استثماريه للتدخل بالبلديات هذه. اليوم ذكرت كما سبق وشرحنا وبدينا الحوار نتاعنا بالاعتمادات اللي تم ولا اتفاقيه التمويل اللي تم ابرامها للمده الفارطه. كذلك نضيف الشيء هذا تم ابرام اتفاقيه تمويل مع الوكاله الفرنسيه للتنميه تتعلق بتطهير الاحياء الشعبيه ل 140 حي شعبي موزعين على كامل طراب الجمهوريه. كذلك عندنا مشروع زاد مع البنك الدولي عديد المشاريع اللي بنمنها هي وان شاء الله نسعى لتعميم خدمات التطهير. أما فما مشاريع سي عبد المجيد سمحني قطعتك باش العباد تبدا تفهم راك تقول خاطر يسمعوك تقول فما مشاريع وقروض تقول لك هي الفلوس موجوده على قداش في بالهم التنفيذ معناها كانك باش تبني دار اللي فما راهو بعض المشاريع تاخذ 10 سنين نجموا ننفذوها مثلا. لا عاده ناخذ زينا تقريبا المشاريع تمتد ما بين 5 و10 سنين. اي هذا اتفاقيه تمويل خاطر تو يسمع يقول لك اتفاقيه والاعتمادات موجوده والفلوس اي نفذ غدوه نفذ تو ولكن اليوم خلينا نحكيو زاد البنيه التحتيه فيها ريسك تسيسها شويه في الاثناء باش تلقى روحك فين ربطت وكيفاش ربطت وساعات الاحياء يقولوا كيفاش فما مناطق في العاصمه ماهيش مربوطه الواه اللي الطبيعه ربما تكون تاخذ برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا فلوس. طب الحال فما دراسات تطلب وفما تشهد زاد تقول لي العاصمه نفس الشيء تشهد توسع عمراني كبير ياسر كما رواد مثلا توسع عمراني كبير ياسر. اليوم في رواد تقريبا 20 مليون مشاريع جديدة في رواد ما يعادل 20 مليون دينار. نلاحظوا زحف عمراني كبير ياسر بعد الثورة اليوم من 2011 تقريبا نسبة كثيفة ياسر على حساب الأراضي الفلاحية وبناءات عشوائية بطبيعة الحال وعلى حساب الأراضي الفلاحية اللي لاحظناه في 2019 في الفيضانات اللي صارت في تونس. سببها شنو هي البنايات العشوائية اللي موجودة على ضفاف الأودية. هذه المواطن كيفاش نجم نحسوها وكيف شنو تنجم تقولوا سي عبد المجيد بالطيبة اليوم في علاقة بالتوعية متاع راهك أنت باش تكون متضرر يا مواطن مش اللي تعمل فيه وهو بني داره مش باش يخسرها. هو صحيح أخت زينة خاصة الناس اللي تشري على الشيع وبالحبل وغيره صحيح أخت زينة. هو ذاك مواطن كل واحد مقدوره أخت زينة يسعى الواحد كيف ياخو أرض ولا يبني أرض ما يبنيش أرض ما يخوش منخفضات اللي تكون بعد الانعكاس نتاعها سلبي تولي وقت الامطار ويحمل ويعطي ربي خير وتحمل تصبح في اضرار تلحقه يحاول قبل ما يشري يعرف روحه وين يشري هذا ناكد عليه ويبعد على مجرى الماء يبعد عليه الوديان يبعد عليهم ومجرى الماء يبعد عليه باش ما يلحقوش اضرار بعد بالبناء اللي
لتحويش العمر. صحيح. يعطيك صحة، شكرا على كل المعلومات، شكرا على حضورك معنا. رئيس مدير عام ديوان التطهير سعد المجيد بالطيب، فيتكم الانترفيو تلقوها على صفحتنا الإذاعة التونسية وصفحة البرنامج استوديو الوطنية. أجمل تحية زينة زيديو كامل فريق استوديو الوطنية، رفيق دريدي، سامي العرفاوي، ذي الدين الكريفي، حمزة صفار كان في الأخراج. شكرا زاهر بن حميدة ومحمد علي الناصري، أمنونا لايف ستريمينج. الشهية طيبة في لامين توت سويت، النشرة المفصلة النشرة الرياضية في لامين. الإذاعة الوطنية تقدم من الاثنين